كيفاش انا كنت كتبغي بلاطو كتحط لك 1000 عقب. الاسئله من بعد احنا غنخليو الاسئله ما الاسئله من بعد الاسئله من بعد الطلبات بزاف 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 التكنيسيان شي عناصر سامحهم الله صراحه ما كتبش عليك داكشي بزاف. من بعد انا مستعده نجاوب على اسئلتكم. انا غير صراحه هاد الناس كنرفع عليهم القبعه وكنحييهم انهم قدروا يواصلوا في ظل هاد الظروف. ومن هاد المنبر كنبغيكم نتوما طبعا لسان نتوما لسان المغاربه كلهم والمسؤولين اللي كيصفحوا الجرائد وكيشوفوا الصحافه المرئيه وكيسمعوا المسموعه كنقول لهم الله يرحم الوالدين. اي واحد جا من برا بغى يدير شي حاجه ساعدوه بدل ما تحطوا امامه العراقيل ساعدوه. بدل ما الميزانيات كتعطوها المنتجين كياخذوا كيصفوا الملايير وكيرموا لنا حنا الفتافيت والابواب مفتوحه امامهم قنوات مفتوحه امامهم المركز السينمائي مفتوح امامهم. في المقابل الناس جايبين فلوسهم من برا وجايين خدموا ممثلين مغاربه خدموا تقنيين مغاربه خدموا معنا ايدي عامله مغربيه خدموا معنا لوكيشنات مواقع تصوير كراو بلايص اوتيلات مطاعم يعني تتخيلوا راكم نتوما كلكم تبارك الله كتعرفوا ما معنى فيلم سينمائي راه واحد هاد الناس جايين باش يديروا هذا الشيء كله وفي الاخر كيلقاو العراقيل حشومه وعيب وهذا ما يشرفناش حنا كمغاربه وما خصوش يتسمع علينا حنا كمغاربه ان هذا الشيء كاين. بالعكس المفروض المركز السينمائي قنواتنا تفتح الايدي وكيف كتعطي ميزانيه للمنتجين عفوا منفذي الانتاج ما عندناش منتجين في المغرب عندنا منفذي انتاج كيف كتعطي لهذوك هاد الناس مستعدين يقدموا او غيرهم ماشي انا كنتكلم على هاد الناس بالضبط او غيرهم اي غير طالما قادر يعطيني الجوده وقادر يخلصني انا كممثله مزيان ويخلص التقني مزيان ويخلص البلاطوات مزيان علاش ما تعاملوش مع هاد الناس هادو علاش حنا كنتعاملوا مع مصاصي دماء عفوا سمحوا لي انا غادي نفعل اكثر. كنت سعيده جدا بالتجربه المصريه نشوفكم بعد البرومو.